على مستوى تحسين مستوى المعيشة كان تركيزنا على خلق فرص عمل، ودي أهم حاجة النهاردة المواطن والشاب المصري بيحتاجها. في مجال التنمية الصناعية الدولة استثمرت 14 مليار جنيه في العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات الصناعية على مستوى سواء اسكندرية أو البحيرة، وده انعكس في عدد المنشآت الصناعية المسجلة أو حتى العمالة المسجلة بصورة رسمية في المحافظتين. ويمكن من أهم المشروعات اللي النهاردة بقت موجودة مجمعات مرغم 1 و2 اللي موجودة النهاردة في اسكندرية، اللي وفرت آلاف من فرص العمل. لكن أيضا موجودة في حوش عيسى في البحيرة مجمع صناعي نسجي بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، 864 وحدة صناعية موجودة. ولكن أيضا، ويمكن دي كانت نقطة أثيرت النهاردة صباحا، الدولة ما تركتش المصانع العتيقة اللي موجودة العريقة اللي كانت من زمان، إنما احنا هناك دراسات جدوى وواقعية بتخلينا نختار ايه المصانع اللي فعلا تصلح للتطوير، والدولة في الحالة دي بتصرف المليارات على تطويرها، وايه المصانع اللي احنا عارفين كويس قوي ان اصبح لا جدوى من تطويرها. الموضوع مش عاطفة، انما موضوع حسابات ودراسات مدققة بتقول لنا ايه اللي احنا نسعى لتطويره وتجديده ورفع كوفاءته والتوسع فيه، وايه اللي اصبح النهاردة فيه غير ذا جدوى في عملية التطوير. ده نموذج للمشروعات اللي الدولة النهاردة المصرية بتطورها وبتكلفة 6.5 مليار جنيه في كفر الدوار في إطار هذا الموضوع. بالإضافة لده كان دايما عندنا في مصر موضوع المراكز اللوجستية، والحمد لله النهاردة بنتحرك بقوة في هذا الموضوع، وعندنا المناطق التجارية اللوجستية في نموذج منها في دمنهور لوحدها كنموذج ازاي بنتحرك في هذا الشأن. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وده أمل الشباب بتوعنا سواء في ريادة الأعمال والمشروعات البسيطة. النهاردة الدولة المصرية في المحافظتين دول لوحدها قدمت قروض بحوالي 4 مليار لإتاحة 261 ألف فرصة عمل.